السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هاد لا فيديو تكونوا في احسن الاحوال. كما كتشوفوا البنات، اليوم فيديو جديد منطوات اخر ماكينه في 2021 من بتين ديال الافراح والمناسبات. غادي نتقاسمهم معكم ان شاء الله في هاد لا فيديو هذا، وتشوفوا تشكيله رائعه بالنبات وبالاحجار وبالزمرد من تحت ايادي ذهبيه رائعه. غادي تكتشفوهم معايا ان شاء الله بحول الله بجميع الالوان وجميع الاشكال. وبالنسبه للسبق اللي راني منزله لكم في الفيديو السابق هاد التشكيلات بحال هادو، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الا بغيتوا تدخلوا تشوفوا. وكانوا هادو تشكيلات غادي نتقاسمهم معكم ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لهاد المونطو هذا راه عندي في الفيديو السابق اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، ملبوس من المانكا، غادي تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. وكاين تشكيلات اخرى غادي تقاسمها معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. والخدمه كما كتشوفوا متقونه رائعه. دخلوا شوفوا اللي ما شريت نزه، تشوفوا تشكيلات تصاميم رائعه ديال هاد المطوات من بتين ديال الافراح والمناسبات. ونخليكم مع هاد لا فيديو هذا، ما تمشيو فين، تبعوا الفيديو الى الاخر. وكنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه بالنسبه للجدادات والقدامات، على راسي وعيني دخلوا تفرجوا. ولا عجبكم لا فيديو كتبوا لي في الكومنتير، عطوني الاراء ديالكم، وكذلك باش تحفزوا القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وما تنساوش البنات البصيمه باش نوصلوه لاكبر عدد ان شاء الله. وكنقول لكم السلام عليكم وفرجه ممتعه. Thank you.